حمام الزاجل بالنسبة لي حب وعشق لا ينتهي. حمام الزاجل عبارة عن وفاء، إخلاص، محبة، بيجمع أصدقاء وأصحاب من كل البلاد، بيجمعهم على حب ووفاء وإخلاص، وبيننا صداقة قوية بتربطنا بالحمام الزايل. ولولا الحمام الزايل ما كنا تعرفنا على الناس الحلوة اللي احنا بنقابلها في حياتنا وبنتعامل معاها وبنروح لها وبتجينا، وده طبعا حب في الحمام الزايل. أولا الحمام الزايل ده حكاية تاني، بعيد عن أي حد ما يفهمش الحمام الزاجل يبقى مش هيعرف يعني إيه حمام زاجل. أولا الحمام الزاجل قصة جميلة، قصة تاني، قصة بتحمل معاني وروح معنوية، وبياخد كل فراغك بوقتك إن أنت تقعد معاه وتصاحبه ويصاحبك ويحبك، وانت كمان بيزيد حبك ليه بحبه ليك، لان الحمام الزاجل هو مهما نقول ومهما نعيد ونتكلم عنه هو سبحان الله عنده وفاء خارق لا يمكن. يعني مش عايزين نقول ان هو مش عند اي انسان، لا طبعا الانسان طبعا ربنا عطاله كل الاشياء الجميلة، بس الحمام الزاجل بيحمل قمة وفاء فوق الخيال وفوق الوصف. عشان كده اللي بيتعاملوا مع الحمام لازم يكونوا أوفياء ولازم يكون عندهم إخلاص. لو مش موجودة الحاجة دي عمره ما هيكون يعرف يربي حمام زاجل، وبيفشل وبيبعد عن طريق الحمام، لأن الحمام الزاجل ما بيصاحبش غير أوفياء، لأنه هو في طبعه الوفاء والإخلاص. أنا بدأت الحمام الزاجل من الصغر، يعني كنت بحبه عن أهلي إن هم كانوا بيربوه وكده، فكان حمام طبيعي، حمام بتاع الناس الفلاحين اللي هو الحمام البلدي. فلما أنا حبيت الحمام بذاته فقدرت إن أنا أوصل لحاجة أحسن، حاجة فيها قمة وفاء وإخلاص، وإزاي إن هي بتتربى وتتعامل معاها. بدأت الحمام الزاجل لقيت وجدت فيه حب عميق، روحانية ربانية من عند الله سبحانه وتعالى، ان هو يقدر يخليك تتفرغ ليه وتسيب كل اشغالك وكل وقتك وتقعد معاه. ده ايه؟ سبحان الله، ده هو الحب اللي بيقدر. اول ما تكون مسافر او رايح مكان او مؤخر عن الحمام، ممكن ما تعديش تشوف اولادك، تطلع لفوق قبل كل شيء تشوف دولة، تشوف الحمام ده قبل اي شيء. بدأت معاه مرحلة في الاول كده كعشوائية، لكن بدأت ان انا هو بيشدني ليه وبياخدني في طريق ان انا خلاص بتعمق كل ما اروح، والفهم معاه بيزيد لانه هو عنده ذكاء. فاكيد طبعا حد بيصاحب حد ذكي اكيد هيتعلم منه ويكون اذكى، ولازم يكون ياخد منه. فبيعلمنا حاجات كتيرة، الذكاء والوفاء. وطبعا لما انا رميت حمام من مسافة اول بداية كده في لسه بدايتي مثلا 20-30 كيلو، لقيت الحمام بيرجع برميه من اخر مثلا 60-70 كيلو بيرجع، فاستغربت على الحمام ان هو بيرجع. طبعا بدأت طبعا دخلت في مسابقات في محافظة المنيا، طبعا دخلت مسابقات كانت 2010، حققت برضك مكاسب كويسة. استغربت ان انا دخلت وسط ناس ابطال كان بيسابقوا من قبل كده، ودخلت حققت. طبعا حببني اكتر ان انا اوصل لحد السلوم مسافة 650 كيلو جوي، ان انا اقدر ارجع من السلوم بالحمام بتاعي في 4 ساعات. ده كان انجاز خارق طبعا جدا، ان انا ما كنتش متوقع ان الحمام دوت ممكن يكون بالشكل دوت. طبعا خدت جوائز وخدت كاسات وخدت شهايد تقدير من الجمعية محافظة المنيا. و جوائز
جمعية الأصدقاء الحمام الزاجل بالمنيا. دي جمعية معروفة ومشهورة على مستوى الجمهورية، وليها طبعا سباقات كتيرة وليها إنجازات كتيرة، وطبعا فيها أبطال كبيرة جدا وأبطال بتسابق معانا وناس كويسة وناس محترمة، وحببونا أكتر في الحمام وحببونا فيهم أكتر. فابتدأنا بقى إن احنا نخش مع عبقرية الحمام الزاجل ونعرف أصوله إزاي ونعرف نتعرف عليه أكتر وأكتر، ونقدر إن احنا نكون يعني أبطال زي الناس اللي هي كانت قبل مننا، إن هي قدرت تتعامل معاه. طبعا مع الفترة مع الممارسة أكيد طبعا ما فيش أي حد بدأ مع الحمام الزاجل هيكون بطل أو هيكون هيفهم معنى الحمام، إلا مع دراسة كبيرة مع الحمام الزاجل، إن هو ياخد وقت طويل شوية معاه عشان يعرف إيه حمام زاجل وإيه مسابقات. دخلنا المسابقات الحمد لله كسبنا وحققنا مكاسب كويسة، وابتديت إن أنا طبعا أحب الحمام أكتر، وكان في حمام بيرجع اللي هو بيخليك تحبه أكتر وأكتر وأكتر، إن هو بيرجع لك مدبوح أو مكسور أو جناحه مكسور أو جناحه متاكل أو في أي الحالات لازم يرجع. هي دي قمة الوفاء وقمة الحب في الحمام الزاجل، إن هو ما يسيبش العشة أو اللفت بتاعه، لا يمكن، لازم يرجع لك، لا تراجع ولا استسلام مع الوفاء والإخلاص اللي هو الحمام الزاجل. الفرق بين الحمام الزاجل وأي حمام تاني، الحمام طبعا فيه أشكال وألوان، وحمام زينة بيتميز بجمال رباني وريش وحاجات كده جميلة فيه. أما الحمام الزاجل هو ليه نقطة تانية مميزة بيدفعك لحبه ليه أكتر، إن هو بيطير فوق منك حوالين اللفت حوالي 3 ساعات 4 ساعات في المساء أو في الصباح، بيديك متعة ربانية جميلة بشكل جميل جدا. لو اتكلمنا عن أسعار الحمام الزاجل، هي أسعار ممكن تكون خيالية وممكن محدش يصدق أو ممكن يقتنع إن في حمام يوصل بالأسعار اللي تكون ديت. يعني في حمام بيدفع فيه باليورو وبيدفع فيه بالدولار، ده طبعا ده وارد الخارج اللي هو بيدفع فيه باليورو وبالدولار. هنا بقى في مصر بيجيبوا طبعا الناس اللي هي عاشقة الحمام الزاجل، بينزلوه عن طريق برة وبيبيعوا هنا للقاهرة. طبعا على حسب برضك، هنا لما نجيب الحمامة وبنخش بيها سبق وبتحقق مراكز ان هي بتكون مفضلة عن باقي الحمام وتكون مميزة. مش شرط بقى ايه هنقول ان هي بنت مين، لا ده لازم نقول بنت مين، ابوها مين، اخوها مين، عمها مين. حمام زينا، زي احنا زينا زي الحمام، زي اصل وزي فصل، ده ابن مين ورايح فين وجاي منين وجاي لايه والكلام ده كله. سعر الحمام على حسب ما بيخش سباق ويحقق مثلا مراكز اولى واول وتاني وتالت، ويعني يعد مثلا بتاع 10 شهايد ممكن يوصل ثمنه ل 10 ل 15 الف جنيه. ده ممكن لان هو ما بيبيع نفسه، ده بينزل مزاد، بيخش على المزادات على الانترنت، بيخش طبعا الناس اللي غاوية بقى وعايزة تدفع، شايف حمام كسبان مثلا على مستوى 4000 او 5000 حمامة راجع قبل منهم وضارب مركز اول، وفي المحطة اللي بعدها مركز تاني، واللي بعدها اول، واللي بعدها خامس، واللي بعدها عاشر. المهم ان دوت بيبقى فرد مميز بين 5000 حمامة و 4000 حمامة بيسابق معاهم، فهنا السعر بيتحدد نوع فرد الحمام ده سعره كام. اغلى حمامة انت شريتها بكام واغلى حمامة انت بعتها بكام؟ والله انا اغلى، مش اغلى حمامة، انا اشتريت حمامة تمنها 4000 جنيه، 4000 جنيه، وببيع الاولاد. انا مش هوايتي البيع او الشراء او الكلام ده كله، انا حب الحمام الزاجل بعيد عن مصالح الماديه او الماليه خالص نهائي.
أنا بعشقه حبا كده في الله، غير أنا بمارس حياتي معاه كحب، لكن كبيع وشراء لا. أنا بشتري حمام لكن لما بيع حد بيعوز مني ببيع له، اللي هي الأولاد، ممكن 1000 جنيه 1500 العيال اللي هي صغيرة، ولو حد بقى عايز يشتري حاجات كسبانة ممكن توصل ل 2000 ل 3000 جنيه على حسب مكاسبه في السبق.